ازيكم يا مواليد برج الجوزاء؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الجوزاء ليوم السبت 13 نوفمبر تشرين الثاني 2021. كثير من الاحداث تدور حولك يا جوزاء منذ الصباح، لكنك تبلي بلاء حسنا فيما تفعل، وخاصة على الصعيد العملي، حيث أن الأمور تسير كما ترغب، ولا تجعل الغرور يفقدك أعز الأصدقاء. لديك في فترة ما بعد الظهر أثر معاملتك له بالسوء. المساء لن يكون على الوتيرة نفسها، والهدوء سوف يخيم على الأجواء من حولك. مهنيا يساعدك هذا اليوم على تنظيم أعمالك أكثر من أي وقت مضى، وهذا مكسب إضافي لك. عاطفيا تلتفتك رومانسية شريكك ومشاعر الرقيقة تجاهك، وسرعان ما تتوضح الأمور على نحو كامل. صحيا تكون عرضة للانتقادات القاسية وملاحظات من قبل طبيبك بسبب إهمال وضعك الصحي. توقعات العلامة الأولى مواليد 21 مايو ل 31 مايو. من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك إذا حافظت على رابطة جشأك وواجهت الأحداث غير السارة والقلاقل التي تثيرها. فلن تدم كثيرا ولن تسبب خسائر مهمة. اعتني بصحتك اليوم. توقعات العلامة الثانية مواليد 1 يونيو ل 11 يونيو. سيتم إعادة بحث وتقييم آرائك أو أعمالك بشكل من الأشكال. إذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية. من الأفضل الاحتياط والتحلي بالصبر، بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه الأزمة الحساسة بدون عواقب. سوف تخرج منها بدروس. توقعات العلامة الثالثة مواليد 12 يونيو ل 20 يونيو. ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة. بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي، مع ذلك حاول أن تكون متفتح حتى تتمكن من تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة. قد يتأثر جسمك إذا زاد الضغط عليه. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.